ويبقى في نقطة ضعف في حياتي أحاول أن أنا في الصوم يبقى الصوم مخصص ليها وفي تدريب عشان أتغير. فقدسوا صوم مش بس الصوم مجرد جوع للجسد لكنه شبع للروح. هل أنا بشبع الروح؟ خلي بالك الروح دي هي اللي ممكن تقود الجسد، ما هو الاثنين بيشتهوا ضد بعض، الجسد ضد الروح، الروح ضد الجسد. النهاردة الحد الأول حد الكنوز. في بداية الرحلة بتاعت الصوم الكنيسة بتحط لي الطريق كده، فين الكنز بتاعي؟ الكنز بتاعي المسيح والوجود معه في الملكوت. عشان كده نقول النهاردة اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. المسيح هو سر الغنى والشبع والخلاص والحياة الأبدية. عايزة تقولي الكنيسة يعني الله هو يبقى أول حاجة في حياتي، أول مسؤولياتي، أول مشغولياتي، هو الطلبة الأولى في حياتي. ربنا هو عارف إن احنا في العالم ومشغولين قد إيه، وفي مشغوليات كتير بيحذرنا. فالنهاردة كان أول حاجة بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. ليه؟ بتفسد، مش هتفيدني في حاجة، مش هتنفعني ومش هتسبقني للسماء. ده أنا حاسبها هنا وكلها كنوز أرضية زائلة. بيحذرني من شهوات الجسد والعين والكرامة والمركز والمقتنيات. يعني عايز يقول لي اللي هتهتم بيه هو اللي هيملك على قلبك. إذا كنت بهتم بالعالم وأمور العالم هي اللي هتاخد المكانة الأولى في قلبي، وإذا كنت بهتم بربنا هو هياخد المكانة الأولى. وهي دي طلبته وشهوته، يا ابني أعطيني قلبك. عشان كده الإنجيل النهاردة يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. قلبي فين ومع مين؟ بينبهني من خطورة عبادة المال، عبادة المال، ويقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ودي كنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، ودي في إيدي أنا هختار مين السيد ومين اللي هيملك على قلبي. في الصوم أقمع جسدي واستعبده. على قد ما أنا هقدر أضبط الجسد على قد ما تنطلق الروح وتطلع تشتهي السماويات. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره. بيحذرني من اهتمامات أرضية قد تبدو يعني يا رب فيها إيه؟ ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ والشيطان يحاربني هي فيها إيه غلط؟ أنا بشتهي يعني شهوة وحشة ولا نجاسة ولا شر ده؟ لكن أبص كده يومي ماشي إزاي؟ يومي ماشي إزاي؟ هل اهتماماتي دي تسرق وقتي؟ يعني هتسرق يومي؟ يعني هتسرق عمري؟ يعني هتسرق أبديتي؟ مشغول بإيه؟ أخشى أن أنا آجي طول اليوم، آجي قبل ما نام ألاقي نفسي إيه اللي قدمته لربنا؟ إيه اللي حوشته للكنز السمائي؟ إيه اللي هيبقى رصيدي في السماء؟ أخشى أن يكون مفيش حاجة. اهتميت بالأكل وباللبس والشرب، فين اهتمامي بربنا؟ اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. خسارة الملكوت تعني الجحيم، مكان الظلمة والعذاب الأبدي والموت الأبدي مع الشيطان وجنوده. ساعات الواحد يقول يا ريت انشغل بربنا زي ما انا بنشغل بالعالم. تماف إيريني تقول الإنسان المشغول بمحبة ربنا
ما يتعلقش بأي شيء أرضي، ما تأثرش فيه. عيني على الكنز في السماء، ما فيش أي حاجة أرضية تنزل عيني من على كنزي اللي في السماء. النهاردة الإنجيل بيقول تأملوا طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخدم في إهراء، وأبوكم الذي في السماوات يقودها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ والمثل الثاني اللي قال تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. وأقول لكم أنه لا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. مين اللي لبسها؟ يقول يلبس الله كذا فكم بالحري أنتم يا قليل الإيمان. بيقول لي بص أدام أنت مشغول، بص طب اللي حواليك، انشغل بالروحيات، شوف الطيور دي مين اللي بيقودها، مين اللي بيرعاها، اللي بيهتم بيها مش هيهتم بأولاده. أنتم أفضل من عصافير أو من طيور. شوفوا زنابق الحقل، النباتات والألوان الجذابة والألوان اللي ربنا خلقها، اللي سليمان في كل مجده ما كانش وصل للمجد بتاعها. ربنا مش قادر يعطيكم المجد ده. عايز يقول ليه بنشك؟ ليه يا قليل الإيمان؟ ليه بنضطرب؟ ده احنا لو بصينا شوية ودققنا وشفنا عناية ربنا بالكائنات دي، مش هيميز الإنسان اللي خلقه على صورته ومثاله وميزه واداله السلطان عليها؟ ليه بنشك وليه بنضطرب؟ في إنجيل مرقس جه بعض الفريسيين عشان يجربوا المسيح وقالوا له ممكن تعمل لنا معجزة، فسابهم ودخل السفينة. التلاميذ دخلوا وراه، ويقول الكتاب ان هم نسيوا ياخدوا خبز، ما كانش معاهم غير رغيف خبز واحد. وفي السفينة رب المجد قعد يكلمهم ويحذرهم من خمير الفريسيين اللي هو الرياء مظهرية والعبادة الشكلية. بس أول ما جاب لهم سيرة كلمة الخمير هم فكروا في إيه؟ في العيش. بدل ما يفكروا في الروحيات فكروا في الإيه؟ في الماديات. الله دي احنا هناكل منين؟ دي احنا دخلنا المركب وكلنا ومع ربنا وما جبناش غير رغيف واحد. فربنا كده عارف هم بيفكروا في إيه؟ بقى أنا بكلمكم في الروحيات وانتوا لسه بتفكروا في الأكل والشرب ومعناش غير الرغيف وهنعمل إيه؟ فقال لهم وبخهم كده قال لهم ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أنتم مش فاهمين؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ لكم أعين ولا تبصرون ولكم أذان ولا تسمعون؟ قد كده أنتم قلبكم غليظ، المادة خليته مش قادر يستوعب. فبدأ يسألهم يقول لهم لما كسرت الأرغفة الخمسة للخمس تلاف كم أفة مملوءة كسر رفعتم؟ أنتوا اللي رفعتوا الكسر، كم أفة؟ قالوا له 12. في المعجزة الثانية وحين السبعة، سبعة أرغفة للأربع تلاف كم سل كسر مملوءة رفعتوهم؟ رفعته برضو في المعجزة الثانية كم؟ فقالوا له 7. فقال لهم كيف لا تفهمون؟ المرة الأولى وشفتم قد إيه الخمس خبزات اللي كفوا الخمس تلاف، والمرة الثانية السبع خبزات اللي كفوا الأربع تلاف، وانتوا شلتوا كل واحد في المرة الأولى أفة مليانة مليانة. جايين النهاردة لسه بتقولوا هنعمل إيه وربنا معاكم؟ ربنا اللي بيعتني بيكم وبيرعاكم وبيشوف احتياجاتكم وجربتوه مرة واثنين
كيف لا تفهمون؟ فالنهاردة بيقول لنا بصوا للطبيعة والخليقة اللي حواليكم، كيف لا تفهمون؟ لسه ما فهمتوش وما أدركتوش عناية ربنا بينا. عايز يقول لنا ادخلوا للعمق، اوعى الحياة تسرقكم حتى من الحاجات الصغيرة اللي حواليكم دي اللي أنا حطيتها قدامكم عشان تفكركم برعايتي بيكم، مش قادرين تستوعبوها، كيف لا تفهمون؟ خشوا للعمق. بطرس لما قعد يهتم بالأكل والشرب وقال له تعبنا كل الليل ولم نصطاد شيء، قال له ممكن تدخل للعمق وتلقوا الشباك؟ يعني ما احنا تعبنا واحنا عارفين البحيرة ولسه راجعين، لكن يا ربي على كلماتك ألقي الشبكة. حاضر، أنا عارف عنايتك بينا. ولما رمى الشبكة طلع السمك الكثير. النهاردة ده أنا لو رجعت حياتي كل واحد فينا قد إيه ربنا عمل معايا، ده أنقذني من موت وأنقذني من حوادث وأنقذني من أمراض، ده أنقذني من فخاخ في الطريق وفخاخ في العالم ومن مخاطر ومن لصوص ومن ساعات كتير كده نقعد مع كل واحد ويتكلم قد إيه عمل ربنا معاه، حتى عمله في الأكل والشرب، حتى عمله في مجيئه هنا أمريكا، وحتى مش عارف إيه وفي مصر، وحتى ربنا بيرعاه. بعد كل ده نستسلم لفخاخ الشيطان؟ هو ربنا موجود؟ هو ربنا شايفك؟ ده ربنا نسيك، يخليني أشك، يخليني أضطرب، يخليني أخاف وانسى عمل ربنا معايا وإيده اللي أنا اختبرتها. فهو الراعي والمدبر والأب الحنون اللي بيوفر احتياجاتنا من غير ما نطلب. أب يقول لك كده، الأب أنت لو شفت ابنك محتاج حاجة مستنيه يجي يقول لك أنا بابا ولا ماما محتاجة حاجة، لسه قلوبنا غليظة، حتى مش فاهمين محبة ربنا في أثناء التجربة اللي هو حاططها لقصد وتقوية إيمان واختبار محبة عشان في الآخر يديني إكليل. فالصوم فترة للاهتمام بالكنز السماوي، أرفع عناية للسماء. نحيا في السماوات مش بس تستمر في الصوم، لكن بعد الصوم وطول الحياة أنا عيني مثبتة على الكنز اللي فوق، ده حياتي ودي أبديتي. الصوم فرصة لحياة القداسة، اعتكاف والتأمل في كلمة ربنا، توبة وتذلل وجهاد عشان القلب ده يتغير. القلب ده كل عمال يطلب، قلب غليظ متقصي بالخطية عمال يطلب في الأرضيات وناكل ونشرب ونعمل وداير والحياة بتدور والحياة هتنتهي وأنا لسه. فتصوم فرصة لتغيير القلب، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. القديس كيرلس الكبير يقول لا نطلب الثياب السمينة، مش هنلبس ايه ولا، بل نطلب كيف ننقذ جسدنا من النار والدينونة. لسه بتفكر هتلبس ايه؟ لكن فكر ازاي ان ربنا ينقذ الجسد ده من النار والدينونة، بكده نبقى شركاء في ملكوت المسيح. اطلبوا اولا ملكوت الله. الصوم فرصة للصلاة، هو صلة ارتبط بالمسيح في حياتي، زي ما كان يقول أبونا بشوي كامل اغلق المخدع، باب المخدع عشان يتفتح باب السماء.
كل ما يكون ليا في الصوم فرصة كده في الخفاء إن أنا أغلق باب العالم باهتماماته بمشاكله بكل المشغوليات اللي بتحاول تسرقني، هلاقي باب السماء يتفتح لأعاين السمائيات. ده احنا بنصلي، والطلبة دي يمكن في الثالثة والستة والتاسعة، أكتر صلوات الأجبية، نقول له انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية. بصلي كده أقول يا ربي قوي قوي إيماني. صحيح صحيح أنا ساعات ضعيف، صحيح بشك، صحيح بضعف كده، أنت معايا ولا نسيني يا رب؟ لكن قوي إيماني وحط عمل ربنا قدامي بقى اللي عمل معايا كل ده. ده كتير يقول يا رب ده احنا في الطريق وفي السكة وفي الحوادث وربنا أنقذني. هل اللي أنقذك من كل ده هيسيبك؟ ترتيب وعناية. أحط قدامي معاملات ربنا. موسى لما جاء عماليق عشان يحارب شعب بني إسرائيل وأخذ يشوع وقال له أنت تحارب، خد الرجالة وتحارب، وأنا هاخد عصا الله الصليب وهطلع الجبل وارفع ايدي على مثال الصليب وانا هصلي فوق. هو مين اللي كان بيحارب؟ كان اللي معاه السلاح تحت ولا اللي معاه الصليب فوق؟ وكان يشوع يبص كده طول ما موسى رافع الصليب وايديه مرفوعه كان بينتصر. كل ما موسى ينزل ايده كانت فيه هزيمه، حتى انهم جابوا له اتنين هارون وحور عشان يسندوه لغايه لما كسب عماليق. وبعد ما خلصت المعركة ربنا يؤمر موسى يقول له اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. كل اللي حصل ده اكتبه وخليه في مسامع يشوع قدام يشوع. ليه؟ لان انت هتموت وهيجي يشوع بعد كده يستلم القيادة، واول امر يجيله من ربنا بعد ما يموت خش انت الخش تعبر بالشعب الاردن انت عشان تملكهم الأرض. أنا حقدر؟ يقول له إيه؟ خلي بالك شوف، أنت مش فاكر كما كنت مع موسى أكون معك. هي كانت قوة موسى منين؟ كانت القوة اللي غلبته عمليك منين؟ كانت من الحرب ومن السلاح ولا كان من الصليب السلاح الروحي بتاعي؟ كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع. كلمة لكل واحد فيا، زي ما ربنا كان مع موسى وكان مع يشوع وكان مع أنبيائه هيبقى مع أولاده. ما تخافش، تشدد وتشجع، لا أهملك ولا أتركك. الصوم فرصة للشبع من الكتاب المقدس، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فرصة أتقرب من ربنا، فرصة أفهم إذا كان ربنا بيقول لي لغاية دلوقتي كيف لا تفهمون. مش قادر تفهم، واللي بيفهم ده الإنسان العاقل، واللي مش بيفهم ده الإنسان الجاهل. النهاردة في الإنجيل بتاع باكر كان بيوضح لنا الفرق ما بين الإنسان الجاهل والإنسان العاقل، فيقول الإنسان العاقل اللي سمع كلام ربنا وعمل بيه، ده اللي شبهه برجل، رجل بنى بيته على ايه؟ على الصخرة، والصخرة هي المسيح، كان الأساس هو المسيح. والجاهل اللي بنى بيته على الرمل وجاءت التجارب والطيارات وسقط وكان سقوطه عظيما. فالنهاردة بختار، عايز أمشي زي الرجل الجاهل ولا أمشي زي الرجل الحكيم العاقل؟ كلام ربنا ينور ويفتح البصيرة ويرشدني لطريق السماء. ربنا عايزنا، عايز يرفعنا زي الطيور عشان نحلق في السماويات، عينينا تبقى على الكنز السماوي. مش هنهتم بأملاك ومخازن أرضية، لأن عينينا على المدينة البقية أورشليم السمائية. عايزنا نبقى زي الزنابق اللي كان كل المجد بتاعها من عند ربنا. ما تهتمش، ربنا هيديك المجد والنعمة ويجملك بروحه القدوس، فنشوف ربنا هو الآب اللي بيشتهي
جلوسنا معه في ملكوته الأبدي، له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.